Magnifique. Oh, la coupe tête. Oh, Corbin, Corbin. صباح الخير عليكم الاخوان. نهار جديد، فلوج جديد. قلت لكم غتكون مفاجاه، واليوم جات المفاجاه. مفاجاه جميله من الطراز الرفيع. اليوم صيدنا بجميع انواع الصيده، الصيد الرياضي اون جينيرال. غادي نديرو الجيك، غادي نديرو المارلان، غادي نديرو الكوريفين، سبينينغ، الصيده الاكستريم. دابا حنا اليوم في البور ديال المحمديه، المرصد المحمديه. جينا نقلبوا على كبايله باش نخدموا بها اليوم. غتشوفوا الخدمه اليوم بترولينغ بلاترين، غتشوفوا الخدمه باللايف بيت بكبايله حيه. كبايله غنطلقوها حتى هي المارلان، وغنقلبوا على الكوريفين، غنصيدوا على لي لوغ دو سيرفاس اللي كانت، وغنهبطوا نجيكيو. ونهار غادي يكون مفرقع بزاف بزاف بزاف. معنا اليوم احمد، صباح الخير، كيدير مع الصحه؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. مرحبا بك، اول تجربه للمارلان ان شاء الله؟ ان شاء الله على مولاي. دابا ومعنا الياس الهولندي اللي تبوع علينا في الباطا، شكون اللي عقل؟ تبارك الله على خويا الياس. هادي سيت اون كان ان شاء الله 130 ليفر اللي غيشد على اي حوت، باسكو هادي فيها الخيط صحيح. هادي التينريو ديالي، غادي نديرو فيها البيتش بيتي ان شاء الله. فاش غنشدو كابايله غنطلقو كابايله حيه ان شاء الله. قريعه الدلمه ديالنا هما هادو. ها هو احمد، وهذا تبارك الله عليك اللي كان 30 ليفر كلهم هنايا، كلشي وحده هادي غنترينيو بها ان شاء الله. وهادو ان شاء الله البيتش بيتين على مولانا. وهذا القاشطة ديال 4 ايام، قلت لهم هادي يجيب معاك الماكلة، جاب الماكلة ديال 4 ايام تبارك الله، اللهم بارك. اللهم يسر الدراري مشاو يجيبوا. مشينا للمرسى باش ناخذوا كابايلة باش نديروا بها البيتش، ما لقيناش اليوم الجمعة، ما كايناش كابايلة. دونك غادي ندخلوا لواحد البليصة، غادي نديروا لها مترايات ان شاء الله، نجدوا شي 10 كابايلات ونطلعوا، حيت ضروري خصنا كابايلة. من اهم الاهم الاهم حاجة تكون عندك كابايلة وانت طالع الفندق. على مولانا خويا احمد، الله يجيبها سمينة. امين، الله يجيبها سمينة. غادي نطلعوا الاول فوق الماء 20 ميل نوتيك فوق المحمدية، وغنتمو غادي كنترينيو ان شاء الله حتى الرباط، ويمكن نفوتو الرباط على حسب مارلان فين غنلقاو. فين ما لقينا غنبقاو ندورو عليه، وغنقلبو على الكوريفين. الكوريفين اي حاجه كتعوم فوق الماء غنلقاوها تحت منا. عندنا ليلر ديال الكوريفين، غنخدمو بالسبينين. دونك على مولانا، الله يسخر ويجيب التيسير. ملي غنساليو هادشي كامل غنهبطو نجيكيو على الشامه. دونك فلوق واحد في كاع انواع الصيده، اكستريم ديال الاكستريم. حنا قبل ما نطلعو للفندق ناخد غوت، غادي ان شاء الله مهدي غيدير المترايات ان شاء الله. غادي نجدو كابايله، الكابايله ديما تلقى واحد اللعيبات هادو. دونك غنحاولو نجدو غير واحد 10 الكابايلات، ما كرهناش شي 10 الكابايلات. مشيو هانين، حيت المارلان شحال من مره كيضربها كيقسمها، المره ما كيصرطهاش. دونك على مولانا. اول خرجه للمارلان كانت لو 13 جويي، كانت خرجه ناجحه 100%، واليوم شهر 8 النص ديالو. على مولانا، الله يجيبها سمينه. هز كلشي هز كلشي هز كلشي هز كلشي. فوالا الدراري، كابايلات الاولين ان شاء الله. فكم فكم الدراري، هز كابايلات. فوالا بحال كاينه وحده، سته نزيدو 10. عندنا سته كابايلات نزيدو 10 وليلور باش نخدمو. هما هادو، هادو مارمين، كلشي مارمي. هادو كل حاجه بسنان راه كبار. هادو بوغ لا كوريفين، حتى المارلان غيضربها. وهذا حتى هو سنانر، يا سلام. كنخرج نصيد تقريبا يوميا، وعمري تخلعت، ولكن فاش كنكون غادي المارلان كيكون عندي واحد شويه الخوف، ما عرفتش علاش. حيت اصلا كتصيد في مياه ماشي، ما كاينش الريزو. المارلان اغريسيف بزاف، ملي كيحس براسو اون دونجي كيتمقازد الباطو. شحال من مره كانوا دي زاكسيدون، الله يسر الله يسر، كيجي قازد الباطو شحال من واحد دخل فيه هذاك الخمقوم ديالو. مي الحمد لله معايا ايكيب زوينه، ايكيب ظريفه، غادي نمشيو غادي نتقاتلو غادي نتعاونوا عليه. عليك مولانا.
بنش باقي الحال نهار طويل غادي نبقاو ان شاء الله نجرو عليه واحد راه نعس ليه دورا ندير انا هنا انا واحمد باقيين عاصرين ان شاء الله وي اش كدير كتسني يضرب صافي على مولانا شاد لي الميزان صافي على مولانا المهم نبقاو ندورو ان شاء الله هنايا ما بين 140 متر 160 متر 120 متر كنطلعو هنا بطون نطلعو هنا بطون فين غيبان لينا غنبقاو نحوموا عليه على الله حنا وصلنا للبلاد ديال الجيك غادي ندو نجيكيو ان شاء الله تلاقينا مع الخوت ها هو انس ضرب واحد الشامه من طنطنا برافو اسهل طريقه باش تقول بصاحبك شو واش غتقول ليه واه على كوربين قداش مع الهبطه شحال هكايا ترى تبارك الله هبط هبط اصاحبي هبط اللي بغيتي قصر فوق واد الشراط جاغيف اسهل طريقه هو جاغيف مانيفيك اوه على كوب تيت اوه كوربين كوربين طير الدرون طير الدرون طير الدرون اوه على كوب تيت جمع بالزربان مانيفيك هتكون الكوربين هذي جينا المرة اليوم صدقات الكوربين وقيرة بارك الله غانجو جبد الغانجو غانجو كوربين مشات الله اكبر مشات الله اكبر كوربين شوف حوت المعلم واو 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 شوف 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 اللي كيرجع شوف درضات واف خذ ضربات اي واحد الكوربين دابا واو سرحات السناره تخيلوا معايا السناره سرحاتها هاد النهار هذا سبحان الله العظيم ما بغيناش الحوت واحد الحجره واعره فيها لاكتيفيتي ديال الجاد كنصيدوا فيها ددو يتورك عليا عرفتها كوربي والله عرفتها ولكن غادي نرجعوا لها داير واحد اللور صغير عرفتها غتسرح السناره نرجعوا لها وغادي نطنطوا زوير مانيفيك اليوم غيوريكم انس الحصيله ديالو انس الزودياك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله للتانتوني تانتوني دول التانتوني انس بارك الله عليك برافو عليك برافو الله يسعدك استاذ الله لا لا تبارك الله عليك انس ايكيبي الباطو ديال الزودياك ديالو ماتيريال زوين كيصيد بوحدو دري زوين بالصحة والراحة تستاهل ولكن أنس كوربين شاد مسكين تري تري تي واحد الرش سنار سنار ديال البلاك مين وسرحاته سرحاته اليوم صيد على المرلة ما جابش الله هبطنا للجيك كوربين مشات الحمد لله ولكن راه الجيك غتجي مطنطنا خاصني نبدل الميكانيزم لا زوين هذاك لي مويان دي بوغ راك خدام الحوت صحيح شو راسك يجيبها شو تبارك الله تبارك الله برافو عليك خوت حنا خرجنا صراحة هذي 5 ونص نهار داز زوين بزاف د الناس فيكم كيقولوا لي ما تبقاش طول تعطل علينا في لي فلوغ راه ما كاينش ندير لكم جوج لغات السيمانه الدراري صعيب بزاف تدخل في بحار تمونطي ومنزلات هكذا ما ينهار داز نهار زوين اخوان ها هما كلشي كلشي كاو كلشي عيا يعطيك الصحه هما الدراري واخوت داز نهار زوين صورنا لكم الحصيله صورنا لكم لي تكنيك شي داز صورنا لكم النهار كله كيفاش داز هذا هو البحر مره تكون الحصيله زوينه مره ما تكونش مره شويه شويه وهذا نقول لكم اخوت تلاقاو في فلوغ جديد او تبارك الله مانيفيك سي مانيفيك واو تري 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 بو كومبا فوالا انس مانيفيك مانيفيك أناس برافو برافو